السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة جهاز جديد، حاجة جميلة جدا يا جماعة، الريزنج وجماله. الريزنج الياباني راديو وكاسيت، بس حاجة فخمة جدا، حاجة من الحاجات العتيقة الممتازة القوية جدا اللي فعلا حاجة متينة وحاجة ممتازة 100%. نسمي الله، الله أكبر، ونشغل. بصوا الجمال بقى، بصوا الحلاوة بقى. معاه 2 سماعات كبار، تمام. الجهاز سليم 100%، مفهوش أي عيوب. ونشغل مثلا الكاسيت في البداية، هو عامل زي كاسيت العربية. بص الجمال بقى، بص الحلاوة والطعامة، بص الصوت. الله 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 الله، بص الجمال، صوت طبيعي وناقي وحاجة ممتازة جدا. أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم أتهنى، بص الصوت جميل أوي إزاي، على نار الحب قالولي ولقيتها حاجة روعة. أول مرة تحب يا قلبي، بص الجمال، إيه ده إيه ده إيه ده، يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. أول مرة، حاجة تحفة، حاجة تحفة وحاجة تجنن. بيسجل، تمام، بيجري شمال ويمين، بيجري شمال ويمين، حاجة ممتازة، مش بايظ فيه حاجة. في هنا عندنا حاجات متعددة للتليفون ولأي توصيلات. عندك هنا الراديو، ده كده التيب كاسيت، تمام. هنا مثلا الراديو، ورغم انا ما صدقوني ما عنديش هنا موجات بتيجي، بس هو لاقط راديو ممتاز جدا جدا. وفي كمان الاف ام موجود، اف ام، تمام. الجهاز بالكامل، الجهاز بالكامل ممتاز، ما فيهوش اي عيوب. شغال ايوان مع 2 سماعات كبار. السعر 2500 جنيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.